هذا البرنامج برعاية وايلد تايجر يمنحك النشاط والحيوية. ترفس والفك يا طير، لازم نلتقي بمشوار، لازم نلتقي بمشوار، حلوة الجمعة منا تصير. يا مشوار خذنا وياك نعيش اوقاتنا بفرحة، بعد هاي هي ما وصيك باب الجرح لا تفتحه. يا مشوار خذنا وياك نعيش اوقاتنا بفرحة، بعد هاي هي ما وصيك باب الجرح لا تفتحه. هلا بأهل الفرح والخير، هلا هلا. أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة أغانينا، حلقة جديدة من برنامج مشوار. ضيف مشوارنا بهذه الحلقة أسد من أسود الرافدين وأصحاب الإنجاز الكبير الآسيوي للشباب بسنة 2000. حتى تعرفون منو ضيف مشوارنا بهذا اليوم تابعونا. مشاهدي قناة أغانينا بحلقة جديدة من برنامج مشوار، ومثل ما تشوفون ضيف مشوارنا بهذه الحلقة اللاعب الأنيق والخلوق أركان نجيب. أركان مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ومنورني بالسيارة. أنت منورنا اليوم. الله يخليك ويسلمك. شو أخبارك؟ إن شاء الله مرتاح. تحياتنا لكم أكيد ولكل مشاهدي قناة أغانينا. هذا البرنامج برعاية وايلد تايجر يمنحك النشاط والحيوية. هاي أول ظهور لك بقناة فنية؟ أي لفترة طويلة أول ظهور، يمكن آخر لقاء لي كقناة فنية من أيام كنا لاعبين في نادي الطلبة بالعراق أيام تلفزيون الشباب، وهذا هذا اللقاء دائما لقاءاتنا هي رياضية أو تحليلية أو مسابقاتية اللي كانت في رمضان السابق اللي تمتعنا فيها، لكل الناس الأسبوع اللي مضى تسألنا هل في بطولة رمضانية، معناها أنه كان لها نجاح كبير. يعني إحنا المفروض أنه هسه أهم يعني تنعاد، بس يعني صار تأخير شوية من الشركة الراعية. نعم. ويعترف التضغط الوقت شوية أثر. نعم. بداية ألف مبروك حصولك على الشهادة التدريبية للمستوى الأول. نعم. الله يبارك. أنت إنسان مثابر تستاهل كل خير. الله يخليك. أكيد الشكر الكبير لك، وأنت من الناس دائما اللي تابعني وتهنيني، وأعتقد أنه المدرب الناجح يجب أن يتسلح بالعلم حتى يكون أنه متواصل مع كل ما بالضبط مع كل ما هو مطلوب من عنده من خلال مشواره التدريبي. خصوصا أنا بديت مع الفئات العمرية لنادي الفيصلي، الفئات العمرية لها تعامل خاص بالتدريب، يعني تختلف عما تتعامل مع محترفين، لكن الدورة اللي أخذتها وهي الدورة فيها أي المستوى الأول هي الدورة اللي تأهني أنه أكون مدرب محترف وأدرب أندية محترفة أو منتخبات. تمام، بالتوفيق إن شاء الله. أشكرك. أركان، أنت مثلت العديد من الأندية الجماهيرية بالعراق. نعم. الزوراء، الطلبة، آخر نادي لعبت بأربيل قبل اعتزالك اللعب. نعم. برأيك اللاعب اللي مثل أندية جماهيرية يكون هذا اللاعب يعني توجه عليه الضغوط أكثر من اللاعب اللي يلعب بأندية مو معروفة أو أندية المحافظات نسميها أو أندية بغداد حتى وإن كانت مو جماهيرية؟
بالتأكيد يعني لاعب الفريق الجماهيري يختلف عن لاعب الفريق غير الجماهيري، وليس لأنه أنا أو زملائي لعبنا في فرق جماهيرية، لكن تختلف. كل المباراة لها روحية ثانية، خصوصا أن تحس نفسك ليس مراقب من الإدارة والمدرب فقط، لكن هناك ناس متابعين، جمهور يعي بكرة القدم بصورة كبيرة، ممكن أن يكشف لك أخطائك، وأيضا أكو جمهور يمكن غير واعي لكن هو محب للنادي، يجي ويهوس لك ويصفق لك وينادي باسمك. أعتقد في نظر أنه المسؤولية يعني تكون مضاعفة عن اللاعب غير جماهيري. واللاعب اللي يبدأ مع الفرق الجماهيرية صدقني، يمكن أنا بديت مع الزوراء ومع الطلبة ولعبت مع الفيصل الأردني اللي هو نادي رقم واحد بالأردن، أيضا نادي جماهيري على مستوى عالي. لما انتقلت أخير قبل المحطة قبل الأخيرة ولعبت كمحترف في نادي البحرين البحريني، إلى جانب طبعا زميلي الكابتن رزاق فرحان اللي وجه له نادي البحرين البحريني ما كان من الأندية الجماهيرية في البحرين. عانينا الكثير أنا وكابتن رزاق، كنا نجي على المباراة ليس بالمود العالي، لأن أنت تحب اللاعب اللي متعلم على جماهيري يحس بالمسؤولية. وصدقني يمكن من المواسم اللي ما استمتعنا بها، رغم أنه إحنا حققنا الكثير مع نادي البحرين البحريني. رحنا المرحلة الثانية وكان المركز الحادي عشر، استطعنا أنا وكابتن رزاق في المرحلة الثانية أنه من المركز الحادي عشر للمركز الرابع، ودخلناهم في المربع الذهبي في وقتها. أركان أنت أكيد سفرات لا تعد ولا تحصى مع المنتخب. نعم. في موقف معين تتذكره أو لحد الآن لما تقعدون أنت والشباب اللاعبين ما يروح من بالك؟ حقيقة يعني أنا ما مثلت المنتخب الوطني كثيرا، لكن مثلت منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، وكان إنه فيها مواقف كثيرة بالتأكيد. لازم أتذكر لك شوي. الموقف يعني لحد الآن كنا في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا للناشئين، كنا في أوزبكستان في وقتها، وتعرف كنا صغار يعني 16-17 سنة، ففي عندنا كثير من اللاعبين ما يعرفون اللغة الإنجليزية، فكان المترجم اللي ترجمنا للمنتخب العراقي يترجمنا من اللغة الأوزبكية اللي هي ما أعرف يمكن روسية أو هكذا شيء إلى العربي الفصحى، يعني ما يترجم لك من اللغة إلى الإنجليزية، يترجمنا من لغتهم إلى الفصحى العربي، يعني كذا لماذا تتكلم وكذا، وإحنا تعرف عن الفصحى ونقوم نضحك. فكان عندنا اللاعب حيدر عبد الرزاق أخونا وصديقنا مدافعنا البطل اللي تحياتنا له أكيد. فكنا يوم من الأيام أعطانا الكابتن عدنان حمد أنه اليوم فرصة، أخذوا راحتكم روحوا للسوق واستمتعوا كذا. فرحنا للأسواق وكذا، فبدنا نشتري ملابس. أنا كنت في وقتها أعرف يعني اللغة الإنجليزية بشكل بسيط، كونه يعني إحنا بالمدرسة أقدر أمشي نفسي. فشفت حيدر عبد الرزاق من بعيد يحكي ويا البائع، ويعني بطريقة أنه مو طبيعية. قلت حيدر شنو، خلي نروح أشوف شو يحكي حيدر. لقيت حيدر بيحكي البائع يقول أعطيني من هذا قطعتين، هل يمكن فمتنا ضحك وقته. فكان حيدر في وقته يتصور أنه كل الناس تعرف العربي الفصحى، فكان موقف طريف جدا. أركان الشرط يكون اللاعب جيد مدرب جيد، لو تعتبر هاي مسألة حظ؟ لا بالتأكيد، لو اللاعب جيد مدرب جيد أعتقد أنه مارادونا كان صار أحسن مدرب بالعالم، لأنه هو أفضل مدرب بالعالم، لكنه فشل بالتدريب. يمكن أنا حسيت فيها لأن انتقلت من اللعب للتدريب قبل فترة قصيرة. كاريزما ثانية واتجاهات ثانية وتفكير ثاني ورؤية ثانية للمستقبل. أنت كلاعب أنت مدلل، جمهور، إدارة يعطوك فلوس، محترف، ناس تصور وياك كذا، المدرب مسؤولية ثانية، مطلوب منك إنجاز. ووضحت لك يعني في بداية لقائنا أنه وخصوصا مدرب الفئات يختلف عن مدرب اللاعبين الكبار. صحيح. مطلوب منك أنه تكون أب لأب ل 25 لاعب أو أكثر. يختلفون بالثقافات، يختلفون بالفكر، بالدراسة، بالإمكانيات، بالمهارات، بكل شيء. بالتأكيد هذا أنه واجب أكبر وواجب أكثر، لذلك أنه إحنا دائما أقول أنه يجب على المدرب أنه ما يفكر أنه هو إلى اسم فقط، يجب أن يعمل جاهدا يحصل الشهادات ويعمل بشكل مجتهد حتى يصل بالفريق اللي يشتغل معاه إلى المطلوب. تمام. أصدقائك من الفنانين هواي
نعم. كل ما يجي فنان معين على علاقة بأركان نجيب أركان ما يقصر وياه، وهذا الشيء يعني انذكر، وحتى يعني ذكر تحياتنا الفنان باسل العزيز، ذكر نعم. الفنان باسل العزيز بواحد من اللقاءات اللي سويتها وياه ببرنامج مشوار. نعم. تستقبله، تقوم بالواجب، عزائم، روحات، جيات، استقبال من المطار، يعني صاحب هذا طبيعي يعني. أنا أشوفه مو يعني واجب، يعني إحنا كنا أخوان وأصدقاء. إحنا هي هذه سمة العراقيين، وأركان يمكن واحد جزء من 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 ملايين العراقيين الشرفاء اللي هم إن شاء الله كلهم أحسن من عندي، سواء خلقا والتزاما وضيافة. إحنا ناس مضيافين، دائما أحب أعكس صورتنا في أسمى وجه للناس، سواء نتبادل الزيارات مع الفنانين مع الرياضيين، يعني من زمان يعني حتى أيام الأندية والاحتراف، يعني نشأت كان يلعب في دبي، يونس في قطر، جاسم في قطر، في فترة الراحة دائما ما نلتقي، هم يقوموا لي بالواجب، أنا ما أعتبره واجب يعني، لكن يعني هذا المفروض الطبيعي اللي يحدث مع كوننا إحنا كعراقيين، وخصوصا إحنا أنه عانينا من الغربة، أنه تواجدنا خارج البلد، فبالتأكيد يعني يحتاج أن نكون متواصلين على الأقل خارج بلدنا. صح. إذا إحنا بعيدين عن بلدنا، على الأقل خارج بلدنا، أنه صير هاللمة العراقية، صير مرات كان أيام اللاعبين يعني مثلا نشأت كانت والدة نشأت تسوي لنا أكل أو كذا، والدتي تسوي أكل طبخ، يعني دائما لما تكون لاعب محترف تحن لهذه الأجواء بالتأكيد. برأيك شنو سر العلاقة بين الفنان والرياضي؟ والله أنا أعتقد أنه النجومية هي اللي تقارب هذا الموضوع، خصوصا أنه دائما الفنان والرياضي هم يسافرون كثير، يلتقون في محافل معينة، دائما لما تصير يعني إيفنت معين يدعون رياضي مع لافة، دائما تكون أكو تقارب. إحنا رياضيين أيضا لما يعني ينتهي عملنا أو سواء بالتدريب أو كذا، أيضا أنه نروح نحضر سهرة، نحضر عيد ميلاد، نحضر مناسبة معينة، مناسبة وطنية، عيد كذا، فبالتأكيد يعني إخواننا الفنانين دائما ما يبدرون بالترحيب بينا، وبعد هذا أكيد تتكون العلاقات، البطولات الرمضانية يعني كثير، شفت يعني الموسم اللي فات رمضان اللي ماضي، قناة أغانينا أيضا مشكورة جمعتنا بكثير من إخواننا الفنانين، صار عندنا علاقات أكثر، يعني أوجه التحية لأخوي وصديقي الفنان قيس هشام، أيضا يمكن كانت علاقتي فيه مو كبيرة ومو مو وطيدة بعد ما التقينا في البطولة واستلم تدريب الفريق مالتنا، أكيد يعني انضافت أن علاقتنا كبرت أكثر وتوطد، مو بس الفنانين كمطربين، أنا عندي علاقة كبيرة مع كثير من فنانين الممثلين الرائعين اللي أيضا نوجه لهم التحية جميعا، اللي هم يقومون بمجهود كبير جدا في العشر سنين الأخيرة، كون ابتعاد الاهتمام بالثقافة والفن العراقي الأصيل، لذلك هم عليهم مسؤولية كبيرة أعتقد. أركان، من الفنانين أصدقائك المقربين جدا؟ يعني الفنان باسل العزيز أخونا وصديقنا، قيس هشام، قاسم السلطان، محمد عبد الجبار، كثيرين هم القريبين عني بصراحة، أحمد جواد اللي وجه له التحية أيضا دائما ما يقوم لنا بالواجب في دبي، أحمد الهداف هي الهداف مالتي، كثير والله يعني أنت راح تسوي لي مشكلة أنه ما أخاف أنسى أحد. إن شاء الله. أكيد كلهم الشعراء، أيضا الشاعر الكبير حازم جابر، الشاعر يوسف سوداني، الفنان الكبير حاتم العراقي، كثير كلهم أصدقائنا وأخواننا، ودائما ما نتبادل الاتصالات، يعني يمكن الاتصالات قلت بعد السوشيال ميديا اللي ملت تليفوناتنا واللي أكيد. ملت حاسباتنا، صرنا نتواصل عن طريق الفيسبوك أو الانستغرام. أكيد. أركان، اليوم إحنا مشوارنا مطعم، نعم، عازمك على الغداء هو ما متغدي؟ لا ما متغدي، همزين. أكيد إنه شرف. نفوت أكيد شرف أكيد أكيد. إنه ملتقين بك إحنا حالياً. حبيبي. فشنو رأيك نكمل مشوارنا جوا بالمطعم؟ أكيد يلا نتوكل على الله. أكيد. أعزائي المشاهدين لا تروحون بعيد، تابعونا حتى نكمل مشوارنا مع لاعب الخلوق أركان نجيب. هذا البرنامج برعاية وايلد تايجر، يمنحك النشاط والحيوية. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة أغانينا بالبارت الثاني من مشوار. الله بالخير. الله بالخير من جديد. نطلب أكل لو نحكي شوية وبعدين نطلب أكل، أنت اللي يعني جاهز لكل شيء. أطلب وإحنا علينا تنفيذ. يلا سنطلب.
الشباب يجيبون مليون. ان شاء الله. اركان بفتره احترافك بالبحرين انت ورزاق فرحان اللي كنا نحكي عليها قبل شويه، كان شالع قلبك رزاق. مواقف رزاق كبيره. عندكم تمرين؟ نعم. تخاور عليه؟ هو ماكو بالغرفه. تخاور عليه ما يجاوب. المدرب يسال يابا وين رزاق؟ ايش بدك فيه؟ زين؟ انت تدق عليه ما يجاوب، ورا وين؟ يقول لك والله اني رحت دبي. رزاق مواقفه كثير، يعني رزاق يعني من النقاط المضيئه في حياتي اللي اتشرف اني لعبت معاه كمحترف، اضافه الى الكابتن احمد راضي وحبيب جعفر وعلاء كاظم وكثير من اللاعبين المميزين. جيلنا هذا الجيل الذهبي هذا، لا إن شاء يعني إن شاء الله اللي يجون الأحسن الأحسن، لكن عاصرنا أجيال ذهبية، يعني جيل الكابتن أحمد غاضي وليث وكلهم، وعاصرنا أيضا جيل الشباب المميزين اللي نتمنى لهم إن شاء الله المستقبل. رزاق من الناس اللي لهم ستايل مختلف عن كل اللاعبين، لا أبالي، يعني ممكن يقعد وياك 6 ساعات ويروح وانت تدور عليه هو واصل للبيت وما قايل لك مع السلامه مثلا، يعني عنده هذا شيء طبيعي، او مثلا تتغدى سويه يروح يغسل ويطلع من هناك بتصعد سيارته وعادي. فرزاق له مواقف كثيره، يعني يوم من الايام اللي هذا تفضلت فيه الموقف، كنا محترفين في نادي البحرين وعندنا مباراه مهمه بعد كم يوم، ورحنا للتمرين، نزلت على السيارة توقعت انه هو بالسيارة، مرات نشغل السيارة تعرف في دول الخليج الجو رطوبة كثير، فننزل نشغل السيارة نفتح التبريد وهكذا، دور على رزاق ماكو، خابرت الحارس مال العمارة شفت رزاق كذا، قال لي لا والله نزل يطلع، قلت خلاص يعني لازم نروح للتمرين، احنا لاعبين محترفين وانا من نوع الناس الملتزمين ما احب لا تأخر او كذا لان تنحسب علينا نقاط كثير بالإضافة إلى الخصم من الرواتب. فرحت للتمرين توقعت إنه بلكي تسابقني للتمرين، ولقى المدرب كابتن أركان وين رزاق؟ قلت له والله ما أعرف. قال لي شلون ما تعرفه معاك بالغرفة؟ قلت له والله ما أعرف. قال المشكلة مو هاي، المشكلة إنه الواحد ينشغل باله إنه ألف ممكن يعني لا سمح الله صار. والله خلصت التمرين كذا لقيت تليفوني داق عليه رزاق مودي لي، يعني داق عليه ما محصلني، داز لي مسج قال لي تراني بدبي. قلت له الحمد لله عرفت. الحمد لله أنا آخر واحد عرفت. مشكلة رزاق. أركان أنت غادرت العراق مرغم بسبب تهديدات بالقتل، بعدها سافرت الأردن. تشوف نفسك انه انت بسبب ناس جهله انجبرت على شيء انت ما رايده؟ بالتاكيد يعني مساله مغادرتي العراق مؤلمه جدا، يعني انا تعرضت لمحاوله الاختطاف 4 مرات، واحده من المرات كنا انا والكابتن هوار من محمد اللي وجه له التحيه اكيد، كنا خارجين من تمرين المنتخب الاولمبي وتعرضنا لمضايقات من سيارات شاهدتهم بالمرايه سياره، قلت له فهوار قال لي ليش ما نوقف؟ قلت له لا هذول ناس اعتقد مختطفين او 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 شيء من هذا القبيل، وظلوا يستمرون يلاحقون الى حد ما كان هناك في وقتها دوريات ومن ضمنها امريكان، وقدرت يعني تخلصنا منهم. تكرر الموضوع معي اكثر من مره الى حين الى حد ما كنا في تمرين في تمارين نادي الطلبه بدنا نستعد نروح نلعب مع نادي الزمالك المصري في بطوله ابطال العرب، نادي الطلبه مع الزمالك المصري، خلصنا التمرين ولا اتفاجئ بوجود سيارات غريبه يعني خارج التمرين، سياره شرطه واكثر من سياره، اثناء محاولتي يعني الخروج من الـ من الـ من التمرين في وقتها كان معي الصحفي العراقي الرياضي علي حنون اللي وجه له التحيه اكيد، هو حاليا في البصره، لحقونا السيارات وصار رمي اطلاقات ناريه عليه كثير، فالاثناء كانوا اللاعبين يونس محمود وعلاء نيروز ومحمد ناصر في سياره ثانيه سابقين المسافه، فوقفوا ونزلوا على الشرطه، قال لهم هذا اللاعب كان نجيب ليش تزغمون عليه؟ تصور انه هم شرطه لكن هم كانوا مختطفين في ملابس شرطه. اي نعم، حتى حاولوا يرموا على يونس وعلى اللاعبين، يعني الحمد لله الله يعني لطف بالموضوع، وقدرت يعني بالسياره انه افوت على القناه، طبعا نادي الطلبه صاير على الخط السريع على القناه، طلعت بشكل معاكس في وقتها وايضا هذه خطوره ثانيه، ومشيت بسرعه كبيره لكن الحمد لله رب العالمين لطف بينا وما كان هناك اي مشكله، ودخلنا بعدين في 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 احد الاماكن السكنيه وقدرنا انه نبقى فتره زمنيه لحد ما اتصلنا باصدقائنا في وقتها وجابوا لنا الشرطه الحقيقيه، وبعدها قررت انه
ارحل من من العراق كون انه ليس خوفا على نفسي بس لكن خوفا على عائلتي واخواني ووالدي ووالدتي اللي كانوا متواجدين في بغداد. من ثم غادرت الى الاردن واستمريت في التحاق بنادي الطلبه من خارج العراق واكملت دوري ابطال العرب وكنا مميزين فيه في وقتها نادي الطلبه، وبعدها كوني متواجد بالاردن فاتحوني نادي الفيصلي واستمريت في البقاء بالاردن. اعتقد انه هذا الشيء اثر كثير علي خصوصا في عمليه استدعائي للمنتخب الوطني في وقتها، في وقت كنت في مستوى عالي جدا، لكن يا مدرب يجي او اتحاد الله اركان نجيب ما يقدر يرجع للعراق، وكانت احد الحجج في ذاك الوقت. وكثير من الامور احنا اللقاء قيده يكون فرح ما اريد نتذكر امور محزنه. احنا بس حبينا انه نعرف انه تفاصيل سفرك من العراق. اللاعبين العراقيين حاليا يعجبك مستوى او طريقه لعبه؟ والله يعني هناك مجموعه يعني جيده ظهرت مع المنتخب الاولمبي، اعتقد انه فرصتهم التاريخيه في الاولمبيات ان شاء الله بالبرازيل ان يكونوا من اللاعبين المعروفين على المستوى العالمي، كون انه هذه الفرصه ما تجي الا كل 4 سنين، وكل 4 سنين لازم تكون انت مخطط لها بالشكل الصحيح حتى توصل. الحمد لله رب العالمين انه وفق منتخبنا بالصعود الى النهائيات. اعتقد هناك لاعبين مميزين كثير مثل مهند عبد الرحمن، مثل علي حسني، يعني كثير من اللاعبين المميزين اللي اتوقع لهم انه هذه البطوله هي راح تبين قدراتهم بشكل اكبر. اللي حققتها بمسيرتك الرياضيه شنو هاي البطولات راح تكون؟ تكون وقت؟ اكيد. بالتاكيد الحمد لله، رغم انه مسيرتي مع المنتخب الوطني بشكل خاص لم تكن موفقه، لكن على مستوى الناشئين والشباب والاولمبي وعلى مستوى الفرق اللي شاركت معها حققت بطولات الفئات العمريه، يعني نبتعد عنها مع الدوري والكاس مع الزوراء السنتين والتاليتين، بطوله ام المعارك في وقتها، كاس المثابره، كاس السوبر مع الطلبه، بطوله الكاس وبطوله الدوري مع نادي اربيل، بطوله الدوري في 2007 لاول مره في تاريخ نادي اربيل، مع الفيصلي الاردني بطوله الدوري والكاس وكاس الكؤوس وكاس الاتحاد الاسيوي، هي اول مره في تاريخ الاردن ياخذها نادي اردني، هي كانت فيصل الاردني، انا حققت لي مرتين مع النادي الفيصل الاردني، كاس اسيا للشباب عام 2000 مع زملائي اللاعبين اللي اوجه لهم التحيه جميعا بقياده الكابتن عدنان حمد، اللعب في كاس العالم في الارجنتين ايضا، هذا يعتبر من الانجازات اللي الحمد لله كنت موفق فيها، وكثير من البطولات اللي تعتبر مو عالميه مثل او مو اسيويه مثل بطوله الصداقه الدوليه في الامارات، بطوله القدس في العراق، بطوله القدس هنا بالاردن، تعتبر بطولات وديه ايضا الحمد لله كان لي الحظ فيها. هذا البرنامج برعايه وايلد تايجر يمنحك النشاط والحيويه. أركان، أنت حاليا من ضمن الملاك التدريبي للنادي الفيصلي الأردني ومدرب للفئات العمرية وأيضا كنت مستشار بالنادي، من تقدم إلى تقدم، من نجاح إلى نجاح، ما حبيت يكون هذا الشيء من ضمن من داخل أحد الأندية اللي لعبت بيها الزوراء الطلبة أو حتى أربيل؟ يعني أكيد يعني طموحنا إحنا كلاعبين مثلنا أنديتنا في العراق وحققنا معها بطولات مثل ما تحدثنا سابقا، طموحنا إنه نعود إلى بيوتنا، كنا نقول بيوتنا الثانية اللي كانت أنديتنا تحت مظلة جماهيرنا اللي دائما هي أكيد يعني ساندنا. أنا فتحت قبل سنتين بهذا الموضوع، وفتحت أيضا من قبل كابتن عماد محمد إنه نكون ضمن كادر تدريبي في وقتها، لكن اعتذرت في الوقت الحالي لأن الأجواء لم تكن مناسبة لتحقيق نجاح ولتحقيق فكر احترافي أنا مفكر أنه أكون فيه على مستوى التدريب، لذلك ارتأيت أنه يؤجل هذا الموضوع لحين العمل مع الفئات العمرية اللي أعتقد أنه هي أهم. شكرا صديقي. اللي أعتقد أنه هي أهم مرحلة أنه للمدرب أنه يبدأ مع هذه الفئات اللي هي تعلمك كثير وتضيف للمدرب كثير من الصبر، من عملية التأني في صناعة اللاعب، عملية التأني بالحكم على كثير من القرارات اللي تحتاجها بالحياة. احنا حتى خلينا نطلب، لازم خلينا نطلب احسن. وين الشباب؟
شوف الكابتن شنو ياكل. انا جبت سلطه عربيه مثلا طبق الموز بعدين اطلب الاكل. انا اجيب لي فتوش وحمص. اوكي زين ايش تشرب؟ انا مي حاليا. بس مي؟ اوكي هاي الاكل على يمكن لازق الورقه. ها؟ يمكن لازق بالمنيو. لو نطلب هسه اكل شو تقول؟ شيخ طاو انا يجيب لي مشاوي مشكل. يسلم راسك. شو تحب تشرب؟ لبن كولا لو بس مي؟ في طوال ليمون جزر فش. انا يجيب لي كولا دايت. اوكي كولا دايت بيبسي. اي اوكي مدرب عراقي يعجبك اسلوبه وتحس نفسك انه انت هذا قدوه تقتدي به؟ والله رغم الكثيرين يقولوا لي انه كابتن عدنان حمد ما انصفك بكثير من المحطات في حياتي، لكن هذا لا يعني انه هو صاحب فضل كبير علينا كلاعبين وكمجموعه اللي لحد الان تركت بصماتها في على مستوى اسيا وعلى مستوى الخليج. من المدربين اللي بدأ بإمكانية معينة ووصل إلى إمكانية عالية، وهذا دليل أنه تطور. وأنا قبل فترة كنت في دورة أي للمدربين، فكنا نتكلم أنا ومساعد المدرب عدنان حمد الكابتن ياسين عمالي، نوجه له التحية. تحية للكابتن ياسين. صراحة استفادنا الكثير من عندكم كمستوى تدريبي، وأيضا كثيرين من المدربين اللي أمثال الله يرحمه المرحوم عمو بابا المدرب الكبير، المدرب ثار جسام وأنور جسام، المدرب ثار أحمد، كابتن أيوب أديشو، كثير مدربين اللي المدرب الأردني الكبير اللي على مستوى المرحوم عمو بابا في الأردن هو المدرب مظهر السعيد، اللي أيضا أوجه له التحية وأتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. كثير المدربين اللي وضعوا بصمة في حياتنا إحنا كلاعبين. اللي يفكر بالتدريب لازم يسترجع هذه الأمور. أكيد. يأخذ من عدنان حمد شخصيته، من ثار أحمد تكتيكه، من فلان، من ثار جسام إداريات الكذا. للمدرب والمدير الفني بالكرة الحديثة مو بس يفتهم في كرة القدم، لازم يكون إداري وفني. أكيد. يعني إذا ما تمتع بالميزتين هذه وأنه يكون أيضا مدرب نفسي مع اللاعبين ويطور ذهنهم ونفسيتهم وبدنيتهم وتكتيكهم راح يوصل بالنجاح. لذلك هذه الدورات استحدثت في الفترة الأخيرة، وصار أنه يجب على المدرب أنه لما يعمل على المستوى العالي لازم أنه يمتلك شهادات عالية. ليش؟ حتى الكرة تنهض، اللاعبين يوصلون إلى مرحلة عالية. أركان لاعب تأثرت بفترة لعبك؟ يعني كثير من اللاعبين، يعني محليا كنت أحب اللاعب كثير ليث حسين، وكنت دائما معجب بأدائه وكنت أحاول أقلده. حينما انتقلت للطلبة كنت قريب من الكابتن حبيب جعفر وتعلمت من عنده الكثير. عربيا يعجبني مستوى نواف الدمياط في وقتها، ولاعب في منطقة الوسط، اللاعب السعودي لاعب جيد وعلى مستوى عالي. عالميا زين الدين زيدان وبيرلو الإيطالي من اللاعبين المميزين في المركز اللي ألعب فيه. لاحظنا بالفترة الأخيرة عدم استقرار داخل المنتخب الوطني. نعم. كل فترة يتغير مدرب. نعم. حتى حظوظنا بالتأهل بالتصفيات جت بشي العالم دول. نعم. صح ولا لا؟ يعني أكيد، يعني أنا تحدثت في يعني إحنا يعني أقطع كلامك. نعم. إحنا منتخبنا مناقصة شيء، لاعبين على مستوى عالي محترفين، وعندنا جيل شبابي. شنو سبب هالتخبطات اللي صارت؟ العراقي بكل شيء ما ناقصه شيء، لكن احنا نحتاج الى التنظيم ووضع استراتيجيات لمدى طويل حتى نبدي نقول يا الله نبدي يرادلنا وقت. فاحنا ما نقول يلا يا الله خلي نبدي صح، ده نجي طيب. مو انتم المرحوم عمو بابا الله يرحمه
بلش بهاي القاعده. نعم. واسس المدرسه الكرويه. ليش ما استمرت هاي؟ يعني تحتاج الى 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 شلون هسه سالتني سؤال على المدربين، مدرب لازم شخصيه، لازم كذا، لازم كذا. تحتاج الى مدرب يجي ويفكر بالمستقبل، ما يفكر انه يضع مجد له، لا يفكر انه يقعد ويضع خطه مع الاتحاد العراقي لكره القدم لوضع خطط مستقبليه حتى تطلع لاعبين واعين فنيا وفكريا ونفسيا يعرف شلون يتعامل. سالتني عن التخبط، المنتخب الوطني يمتلك لاعبين على مستوى عالي سواء من الخبره او من الشباب. صح. لكن مسألة التدخلات في الاتحاد، مسألة التدخلات في اللاعبين اللي دائما المستدعين للمنتخب، مسألة التخبط في تنظيم الدوري الممتاز عندنا، احنا عندنا مشكلة كبيرة في الدوري العراقي، مسألة تنظيمه، مسألة تأجيل مواعيد المباريات، مسألة التخبط في اختيار المدربين، الضغوط الإعلامية، للأسف انه انجرار بعض المدربين للفيسبوك وللانستغرام صارت مجموعة معينة عبارة عن 500 إلى 1000 شخص تأثر على مدرب في عملية اتخاذ قرار، اسحب عامر، اسحب فلان، اسحب عمر، اسحب سين من الناس، اسحب صاد من الناس. لذلك هذا الموضوع لما ما يكون اكو استقرار فني، لما اكو هناك تدخل من الاتحاد، هي منظومة كرة القدم منظومة، إذا ما تمشي بشكل صحيح ما تنطيك النتائج. لذلك أعتقد مسألة المنتخب الوطني إذا ما استمر التدخل، إذا ما استمر التخبط الإداري وعدم استقرار التدريبي، أعتقد أنه راح نظل إحنا كجمهور وليس كأركان كلاعب أو كمدرب راح نظل مشلوع قلبنا في عملية حصد النتائج والبطولات والتأهل. إن شاء الله القادم يكون أكيد أحسن أتمنى. ومثمر. تعبناك إحنا. شكراً لك. أركان كأس آسيا سنة 2000. نعم. والفرحة الكبيرة بالفوز لها ذكريات وطعم خاص. يعني يمكن هذيك الفترة لفترة طويلة من سنة 77 أيام حسين سعيد. صح. وكأس آسيا أيضا للشباب. وايضا في 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 طهران في وقتها، يعني المصادفه الفرحه كانت كبيره لان هذا المنتخب لم يتوقع منه هذا الانجاز. بعدين يعني هذا المنتخب يعني للتاريخ هذا الشيء كثير من جمهورنا. احنا تاهلنا التصفيات الاولى كانت في بنغلاديش، طلعنا الاول مجموعه وذهبنا الى طهران للنهائيات. مجموعتنا كانت قويه، يعني الإعلام العراقي لم يركز على المنتخب نهائيا، لم يكن أحد يتوقع أنه نكون من المراكز الثلاثة الأولى وليس أنه نكون أبطال الفريق. لكن أعتقد أنه الكادر التدريبي كانوا على المسؤولية، كل اللاعبين حتى احنا اللي كنا بدلاء لما اشتركنا الحمد لله كان دورنا فعال جدا، طبقوا اللاعبين الواجبات المطلوبة، وكان العين على جمهورنا الكبير اللي مجرد انه متاهلنا من الدور الاول بدأت الناس تتكلم وتبعث ورسائل وكذا، صارت المسؤولية اكبر. يعني احنا كنا في طهران وكان يجوا مجموعه كبيره من الجمهور المساندين، ان الفريق العربي الوحيد اللي كان له جمهور كبير. زادت هذه المسؤوليه على الفريق وقدرنا انه نحقق لقب لليوم احنا ما ننسى طعمه الحلو. ومن بعدها صار التاهل نهائي كاس العالم بالارجنتين، نقطه التحول الكبيره، وهاي اول مشاركه لاركان نجيب بهكذا محفل كروي. مو بس لاركان نجيب، اركان والجيل الجيل هذا اللي انا بالنسبه لي يعني اعتبره طبعا يعني لا يعوض. يعني عموري بصراحه انا افتخر، يعني وين ما اروح، يعني اول سفره لي الولايات المتحده الامريكيه 2012، واقف على الكاونتر مال اللي ننطي فيه الجواز، فقال لي، فشاف جوازي مسافر كثير قال لي انت ايش تشتغل؟ فقلت له اني لاعب منتخب العراق. قال لي ها،
يعني ما اهتم كثير كذا، قلت له اني مسافر كذا ارجنتين، قال لي ليش؟ قلت له اني لعبت كاس العالم في الارجنتين، بس قلت له كلمه كاس العالم حسيت بفخر كبير، وهو صار يعني احترمني وكذا، يعني قال لي بالانجليزي انت لعبت في كاس العالم؟ معقوله؟ قلت له اي لعبت في كاس العالم. فمساله اللعب في كاس العالم سواء كان مع الناشئين او الشباب او 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 المنتخب الوطني هي انجاز كبير، خصوصا احنا في ذاك المرحله قلت لك حصولنا على كاس اسيا كان شيء انجاز كبير، وايضا تواجهنا في كاس العالم، وفي كاس العالم ايضا قدمنا شيء جيد، يعني فزنا على كندا، خسرنا من البرازيل في منتخب يعني لا يتكرر في وقتها، كان كاكا وكان ادريانو وكان مارسيلو، كانوا كثير من اللاعبين اللي هم نجوم منتخب البرازيلي في هذا الوقت، ومع المانيا بطرد لاعب وقدرنا انه نؤدي مباراه كبيره ولم نوفق، فكانت الانظار انه موجهه بشكل كبير، واعتقد انه هو هذا الشيء كانت بصمه انه لهذا الجيل اللي بعدها استمرينا لعشرة او 12 سنه بالاحتراف، وادينا ولحد الان اكو كثير من اللاعبين اللي اتمنى لهم التوفيق. اكيد عالميا المعروف عليك تشجع انت مانشستر يونايتد، بحيث حتى واحده من السفرات انت واحد الاصدقاء. نعم انا ومين صديق، طبعا تحياتنا اليك. نعم رحت حضرت لعبه مانشستر يونايتد. نعم انت قبل شويه ذكرت انا يعني السؤال اللي مخلي لك اياه انه انت ارجع اعرف انت متعصب تشجعك مانشستر لو بس يعجبك طريقه. لا والله يعني مو ابين نفسي مثالي، لكن انا بعيد عن التعصب، ممكن في فتره من الفترات نضحك، قال برشلونه قال مانشستر قال ريال مدريد، لكن هي فقط للضحك، حتى لما انزل بوست اكد جو انه ممنوع اي تجاوز، ممنوع اي كذا، هذا للضحك فقط. اي يعني احنا نحتاج الى البسمه بحياتنا، احنا حتى العراقيين يعني تعبنا من الاخبار السيئه للاسف، من الامور هذه السلبيه، يعني ليش ما احنا نستغل فرحتنا بهذه الامور او كذا بشكل ايجابي اكثر، يعني هذه الغايه اكيد. اركان نشوف بالفتره الحاليه مدربين اجانب اثبتوا جدارتهم وهم شباب، يعني مو مدربين كبار او صار لهم خلينا نقول فتره بمجال التدريب، امثال غوارديولا سيميوني وحتى مؤخرا زيدان والانجاز اللي صار مع ريال مدريد. برايك الشخصي انت تشوف انه هاي النجاحات اللي حققوها هم سببها انه هم بلشوا بانديه كبيره؟ لو هم توظيفهم للاعبين فكرهم ساعدهم بهالشيء؟ يعني يمكن اليوم تكررنا كلمه التنظيم هواي بلقانا. هذول الفرق المحترفة تعمل منهاج لي قدام مثلا لبعد 5 سنين 6 سنين على الأقل، يسموها خارطة الطريق أو استراتيجية للنادي. لما يشوفون لاعب مثل غوارديولا لما كان لاعب يمتلك كاريزما وشخصية قيادة يخلون عليه صح، أكو لجنة معينة تعمل عليه أنه تجهز أنه يكون مدرب في المرحلة القادمة. لذلك احنا نتفاجئ بطل غوارديولا اعتزل ثاني سنه او ثالث سنه استلم برشلونه، صح؟ احنا نقول شنو معقوله؟ لعد احنا ليش؟ اي زيدان نفس الشيء، كان العمل عليه منذ فتره طويله واستلم الرديف، وبعدين اجى تدرج صح زيدان شوي، اشتغل مساعد مع انشيلوتي وبعدين ظهر بالشكل. ليش؟ لان زيدان ايضا يمتلك كاريزما، يمتلك شخصيه تدريبيه، يمتلك استقلالية بالقرار وتفوق على اللاعبين به، يعني من أيام ما كان يلعب هو زيدان شلون هذا اللاعب البطل تعال زين استمر انه حبه لريال مدريد، حتى هو احد ابنائه هو يلعب في نادي ريال مدريد. ثلاثة أبناء عنده يعني ردا على سؤالك، مساله انه كون اللاعب ابن النادي يصير مدرب هي من الامور الناجحه، لكن هذا البرنامج برعاية وايلد تايجر يمنحك النشاط والحيوية. انه ابن النادي يكون مدرب هي مسألة جيدة، ليش؟ لان هو يعرف النادي ويعرف كل الامور واستراتيجية واهداف النادي. مثلا المدرب لما يعمل برشلونة يعرف انه هذا الفريق مطلوب من عنده بطولات، مو مثل من يدرب فريق مثل فالنسيا او اتلتيكو مدريد او 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 الفرق اللي ادنى. لذلك يعملون ادارات الانديه على تجهيز هكذا مدربين، اولا توفيرا
للأموال واثنين لصناعة مدربين هم يستفادوا معهم. يعني غوارديولا بعد ما طلع من برشلونة راح برقم كبير إلى بايرن ميونخ، ومن بايرن ميونخ هسه راح برقم كبير لمانشستر سيتي. احنا بالدول العربية ونحكي على العراق لأن هو هذا اللي يهمنا بلدنا، لما عماد محمد خرج وطلع مع الزوراء بلشت الانتقادات، بلشت الأمور. أنا ضد أنه عماد محمد يكون مدرب بدون شهادات، لكن أنا مع أنه عماد محمد بهالعمر يبلش بالتدريب. ليش؟ حتى أولاً أنه نخلق جيل من المدربين. إحنا صارنا 40 أو 30 سنة أو 20 سنة معتمدين على أسماء معينة، وهذه الأسماء يعني محترماتي إلهم مع الرأس، كلهم إخواننا وأصدقائنا ومدربين أصحاب فضل علينا. لكن بعد ما شفت بالدورات اللي دخلتها والمعايشات اللي أنا سويت أكثر من معايشة مع فرق، شاهدت أنه العمل اللي كنا نشتغله كله غير صحيح، وأنا ما أرجل من هذا الموضوع باستثناء كم مدرب هم كانوا يعملوا بالشكل الصحيح، أما البقية الكل منهاج غلط بدني نفسي تكتيكي غذائي، اللي هو أهم إشي حتى تطور لاعب كرة هي مسألة الغذاء. إحنا كنا ما كنا نهتم إلها، كنا نهتم إنه مثل ما نقول عنية وده نشتغل. لذلك إنه المدربين الفئات الجدد اللي مثل عماد محمد، مثل عماد عودة، مثل جاسم غلام إذا اتجه للتدريب، كثير من اللاعبين إذا اتجهوا للتدريب راح يكونون معاصرين للتطور في كرة القدم، وهذا راح يعكسه وين؟ على اللاعبين. لذلك راح تشاهد مثلا ممكن أجيال جديدة، ممكن فكر تدريبي جديد يخدم الكرة العراقية. أركان لقب تعتز به الجمهور العراقي. يعني اعتقد انه جمهور الطلبه يعني هو اكثر من الجماهير اللي بديت انعرف من خلالها على مستوى الانديه، هو جمهور الطلبه وجمهور الفيصلي. يعني في فتره من الفترات اللي برزت فيها من الطلبه كنت لاعب اساسي وغير اساسي. كنا مجموعه في خط الوسط، مجموعه الحمد لله مميزه، حسان تركي، فوزي عبد الساده، علاء نيروز، قصي هاشم، علي وهيب، مهدي كاظم لحقت عليه في فترة معينة. لذلك كان المدرب ثار أحمد يحير المن ينزل كل تشكيلة. في واحدة المباراة نزلت الشوط الثاني وصنعت هدف، صار كل مباراة ما ينزلني أساسي، ينزلني الشوط الثاني. قلت له أنت تعلمت على الشغلة؟ قال لي أنت ما لك علاقة، أنا أعرف شو وقت أنزلك. فصار يسموني نادي الطلبة الورقة الرابحة، أنه كل ما الحمد لله أنزل كنت أصنع هدف أو أسجل هدف. يعني. أي يعني صرت الورقة الرابحة للفريق، وأكيد يعني أنه هذا مو عيب. ودائما أنا ما أتحدث مع اللاعبين الشباب اللي عندي بالنادي، لأن تعرف اللاعب الشاب يزعل لمن ما تلعبه، فأشوفها بوجوههم لما أجي على المصطبة أشوف اللاعبين أقول له تعال ابني تعرف تريزيجيه؟ يقول لي مو كل شيء أعرفه. أقول له هذا كان يلعب منتخب فرنسا، هذا كان كله ينزل الشوط الثاني وصار هداف ولعب كأس العالم ولعب بإيطاليا. تعرف فلان، تعرف فلان، تعرف فلان. كثير من الأسماء منين برزت؟ من مصطبة الاحتياط، لأن هو المدرب مستحيل يلعب 22 لاعب أو 20 لاعب أو 18 لاعب. بالتأكيد أنه المدرب يحتاج إلى 11 لاعب، وأكو بدلاء. البدلاء هم يحققون أهدافه بعد سير المباراة. ممكن تتغير الاستراتيجية، ممكن لاعب ينصاب، ممكن لاعب ينطرد. لذلك أنه كل اللاعبين هم لازم يكونوا مهيئين. مسألة البديل هي ليست مسألة عيب أو شيء معيب للاعب، بالعكس اللاعب الجيد ممكن يلعب في بداية المباراة أو في نهاية المباراة. أركان جاوبني بمع او ضد. نعم. واذا اكو سبب يذكر من عندك اقول. قل لي اياه. الاعتماد على المدرب الاجنبي بقياده المنتخبات العراقيه. مع بدون اي سبب. الحالي. بالوقت الحالي. نعم. اللجوء لمدرب طوارئ لانقاذ المنتخب. حاليا بعد تسميه صارت اكثر من مره، هي صارت بطوله الخليج. مساله الطوارئ بالضبط. يعني مع وضد. إذا واصل المرحلة السيئة للمنتخب بسبب المدرب أكيد نحتاج إلى مدرب طوارئ، لكن ضد حتى نصبر دائما على المدرب أنه نعطيه فترة زمنية حتى يبين فكرة على الفريق واستراتيجيته المرسومة للمدى الطويل. إحنا هاي مشكلتنا أنه دائما المدربين
متعاقد وياه 6 اشهر وسنه وما اعرف شنو. حتى مساله السؤال الاول اللي قلت لي مدرب الاجنبي، انا ضد اذا جبناه 6 اشهر سنه. وانت المشكله لما تعمل مع لاعبين، انا اشتغلت مو منتخب، فئات عمريه، اذا ما ابين له فكري ما بشهر وشهرين وثلاثه صح غير جاهزه. بعدين انا صنعت كم لاعب غير السنه اللي وراها ابدا أصنع. يعني اكمل الثمار هذه والشغل وكذا. مساله المنتخب يمكن هم تحتاج الى وقت طبعا، بس مو اجي مدرب من قهوه من كرواتيا ومن مدروين مثل ما كانوا يسوون قبل ويقولون مدرب اجنبي. لا، اجيب مدرب اسم وعنده سي في صح، واصبر له 3 سنوات وعشر سنوات. بس انت مو تجيب مدرب ما معروف وجاي يجرب براس العراق وماخذين كوميشنات قسم من اعضاء الاتحاد وانطيه وقت. لا اكيد ضد، احنا مع المدرب اللي يجي مع استقرار تدريبي لفتره زمنيه. مع ام ضد رفع الحظر عن ملاعبنا بالوقت الحالي؟ لا اكيد ضد، لان رفع الحظر راح يبين انه احنا ناس غير منظمين، راح يبين بدون مجامله اكيد راح يبين انه احنا ناس بالعاميه وبالعراقي مخربطين، لان احنا لا عندنا تنظيم، لا عندنا تنظيم جماهيري ولا عندنا تنظيم اداري ولا عندنا تنظيم في المؤسسات اللي عندنا. لا نحتاج مع اذا ما اشتغلنا لفتره سنه سنتين، هيئنا طورنا سوينا برامج. احنا تطلع برنامج باوروبا واللي هم سابقين مئات السنين، برنامج هو تعليمي او تثقيفي على مود بطوله معينه، نضحك نقول ذولا مو يحتاجون هذا الشيء، لكن لا لا احنا ايش قد نحتاج. صح. لهم لحد الان بهالتنظيم العالي ويسوون هذه الدورات والشغلات هذه. اذا احنا نحتاج الى كثير من البرامج وكثير من الامور اللي نرتبها حتى نبدي انه نرفع الحظر. احنا يوميا تصير لنا مشكله، يوميا نقول لا ترى احنا مو هيجي وطب لاعب وطب واحد من الجمهور ضرب للاعب، يوميا نحكي كذا ونشوف بعض من الجماهير تشيل تشلع الكراسي وتشمر. يعني احنا اذا نجامل نقول لا والله لا اكيد لا احنا والله يعني احنا ضد. نحب اذا انا اجامل وانت تجامل من اللي يصحي هالناس هذه ويصحي هالبلد هذا؟ اكيد. قرارات اتحاد الكره الحاليه بالنسبه للدوري العراقي؟ نعم اكيد ضد كل شيء. مع كل شيء الاتحاد يقوله انا ضد له، لان يمكن ما بي من عنده غير 1% صح. ماكو اي ترتيب، ماكو اي تنظيم، ناس ده تجي تتدخل تقول اريد الدوري هيك يسوون هيك، اريد كذا يسوي كذا. طيب الى متى يعني هذا الشيء راح يضل؟ يعني انتم باعتبار يعني لاعبين سابقين بالدوري، مثلتوا منتخبات، مثلتوا العراق. والله يمكن اركان ياثر، لكن اكو ناس يعني كثير اركان، واذا اكو ناس كثير تاثر نجوميتها اكثر من اركان ووضعها اقوى من اركان، مثل الكابتن احمد راضي، مثل الكابتن يونس محمود، مثل كثير. بس انت يعني من اللاعبين اللي يعني علاقتك طيبه بكابتن احمد راضي؟ علاقتك طيبه تأكيد. يعني انا دائما كل لقاءاتنا، خصوصا الفترات اللي اطلع بيها بالتحليل بالمباريات بالبطولات، اكد على هالموضوع. لكن للاسف يعني حتى هم اللاعبين هذول ما بديهم شيء، لان اكو سياسه مرسومه بشكل خاطئ. هذا الشيء يأثر على البلد، يأثر على الرياضة العراقية. لذلك الفيفا مستحيل ترفع علينا الحظر، لأن هي تعرف أنه أكو تدخل وأكو ميليشيات وأكو ناس وأكو أعضاء وأكو يعني كثير من الأمور. أنه قلت لك يمكن برنامجنا مو رياضي بحت حتى نتحدث بها، لكن هي مقتطفات أعتقد أنه هي راح تفيد الجمهور يعرف هو الوضع شو هو بالشكل الصحيح. أركان، إحنا عندنا فقرة اللي هي صورة ومقطع فيديو، إحنا ننشرها على مواقع التواصل الخاصة بالقناة وننوه على تصوير الحلقة وموعدها. نعم. وأنت أيضا تنشرها على مواقع التواصل والسوشيال ميديا اللي الخاصة بي. أكيد. فإن شاء الله سبد شوية نخلي الشباب يأخذنا إياها. هذا البرنامج برعاية وايلد تايجر، يمنحك النشاط والحيوية. أركان، إحنا حتى نطلع من مود الرياضة. نعم. منو من أصدقائك المقربين اللي تطلع وياهم كوفي شوب، مول، سينما، حتى لو تفطرون بالسيارة؟ إحنا 24 ساعة بالسينما أكيد. يعني أصدقائنا كثيرين، يعني صديقي المقرب وميض أبو فهد، صديقي في أمريكا إيهاب أدور اللي أوجه له التحية إني راح أزوره قريبا إن شاء الله. أصدقائنا هم رياضيين، هم مو رياضيين. في ملتقانا دائما في آيدن، مطعم الأوائل، عمار المعروف، كثير من الأصدقاء المقربين اللي دائما ما نلتقي ونذهب معاهم إلى السينما، أو سواء نلتقي المقاهي أو نلعب في بطولة أغانينا. أنت شفتهم كل أصدقائي. أكيد. تحياتنا لهم. تحياتنا لهم طبعا. كلمة أخيرة
لجمهورك اللي يشاهدك الان من خلال شاشه قناه اغانينا؟ بالتاكيد اول شيء كل الحب والتقدير الى كل من يشاهدنا، كل الحب والتقدير الى كل المتواصلين معنا من جمهورنا سواء جمهور نادي الطلبه او الزوراء، متواصلين معنا على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او الانستغرام او التويتر، تحياتي لهم. ان شاء الله نكون قريبا في بغداد، بغداد الجميله، نكون ان شاء الله متواجدين سواء كجمهور او سواء كنا كمدربين او كاداريين في انديتنا، نرد الدين للناس اللي صفقت لنا بيوم من الايام واللي نادت باسامينا كنا احنا كجيل اللي لعبنا. تحياتي لكم اكيد والى كادركم الرائع وكلكم من اصدقائي المقربين والناس اللي بصراحه افتخر بكم بعملكم دائما. تحياتي الى كل اداره القناه، قناه اغانينا، قناتنا الجميله اللي لها لون ثاني طبعا بالنسبه لنا كعراقيين، متواجده بكل انحاء العالم. واكيد انا ان شاء الله اشاهد نفسي ان شاء الله راح اكون في امريكا واشاهد هذا اللقاء. تحياتي لك واتمنى لكم انه تكونوا موفقين في كل برامجكم. شكرا لك. انا اشكرك على تلبيتك للدعوه، نورتنا وشرفتنا اليوم. للشرف. وخلينا نختم وبعدين نتغدى. يلا نختم. اعزائي مشاهدي قناه اغانينا، وصلنا وياكم لختام حلقه مشوار لهذا اليوم. انتظروني بحلقه جديده وضيف جديد ومشوار جديد. مع السلامه. هذا البرنامج برعايه وايلد تايجر، يمنحك النشاط والحيويه. سوالفك يا طير لازم نلتقي بمشوار، لازم نلتقي بمشوار، حلوة الجمعة منا تصير. يا مشوار خذنا وياك نعيش اوقاتنا بفرحة، بعد هاي هي ما وصيك باب الجرح لا تفتحه. يا مشوار خذنا وياك نعيش اوقاتنا بفرحة، بعد هاي هي ما وصيك باب الجرح لا تفتحه. هلا بأهل الفرح والخير، هلا.